تلغراف النهارده، تلغراف رمضان اللي احنا بنوجهه لأحد السادة المسؤولين. كل يوم بنوجه تلغراف دون تعليق ونترك حق التعليق والرد للمسؤول نفسه. تلغراف إلى السيد الوزير محمد سعفان وزير القوى العاملة، العنوان 3 شارع يوسف عباس، مدينة نصر، القاهرة. شكرا على الجهد المبذول في تنظيم عملية صرف منحة العمالة غير المنتظمة. 1.5 مليون عامل، رقم كبير. تنظيمهم عملية شاقة، لكن نتمنى أن يصلك صوت آلاف العمال الذين لم يتمكنوا من التسجيل وينتظرون كل ليلة أن يسمعوا خبر فتح الباب مرة أخرى. الأمر يستحق قرارا سريعا. الأمر يستحق قرارا سريعا. تحياتي خالد أبو بكر.